اهلا بيكم في حلقه جديده. النهارده في فيديو جديد هنتكلم فيه عن برج العرب المائي اللي عندي فيه ليه متابعين كتير جدا جدا من مصر والوطن العربي، وهنتكلم عن ايه هي اهم مستحيلات تلاقيها موجوده في برج العرب. طبعا يا جماعه احنا في الصقيع اللي احنا قاعدين فيه، غيرت بقى قعدت في الكومفورت زون بتاعتي عشان اتدفى شويه، لان الاستوديو بتاعي الصغير ده برد قوي قوي، فما استحملتش وقلت اجي اغير المكان اللوكيشن عشان ايه صقيع. النهارده يوم 18/2/2021، مش عايز اقول لكم الجو برد ازاي، برد قوي 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 قوي. طيب تعالوا نتكلم عن برج العقرب المائي، ونتكلم عن ايه المستحيلات اللي هتلاقيها او هتقابلها لما تيجي تتعامل مع برج العقرب المائي. رقم واحد، مستحيل رقم واحد اللي هو مستحيل بجد، ان انت تقابل حد من برج العقرب مش غيور ومش شكاك. برج العقرب برج غيور جدا جدا جدا، سواء كان رجل او امراه، علشان كده غيرتهم يعني معروفين بغيرتهم اصلا. فنو واي نو واي نو واي ان انت تقابل في يوم من الايام حد من برج العقرب وما تحسش ان هو غيور. هو بيغير قوي على البارتنر بتاعه، بيغير حتى على اخواته، بيغير على مامته، بيغير يعني راجل او امراه. حتى الست العقرب غيوره جدا، بتغير من المنافسات بتاعتها، بتغير على البارتنر بتاعها، بتغير على اصحابها. فهو غيور قوي قوي، وهو عنده حتة الغيرة دي قوية جدا. هو من اكتر الابراج غيرة، يعني عقرب واسد الاكثر غيرة والاكثر تسلطا. يعني العقرب كمان متسلط قوي، يعني لما بيكون بيحب حد بيبقى عايز يسيطر عليه، بيبقى عايز يعني ايه يتحكم فيه، بيبقى عايز يكوش، يعني يبقى متأكد ان هو under his protection بنسبة 100%. فمستحيل رقم واحد ان انت تقابل عقرب مش غيور ومش شكاك. طيب مستحيل رقم اتنين ان برج العقرب يدي ثقته لاي حد. برج العقرب من الابراج اللي صعب جدا جدا تدي ثقتها لاي حد. هو مش سهل، هو شكاك جدا، فمش سهل يثق في اي حد. فبالتالي علشان تقدر تجتذب وتاخد ثقة برج العقرب، لازم يعني تقدم له حاجات كثيرة جدا علشان يبدأ يثق فيك، لان هو مش من نوعية الناس اللي بيثق في الناس بسهولة وبيقدم ثقته بسهولة. بالعكس، هو زي وزي العذراء. العذراء في النقطة دي، العذراء برضو من الابراج اللي صعب جدا جدا يثق في حد بسهوله، فلازم يعني تعمل له حاجات كتير عشان تكتسب ثقته، وبعد كده هو هيبدا يثق فيك. فهو مش بيثق في الناس بسهوله، صعب جدا جدا ان هو يدي ثقته لاي حد. وهو بيبقى دايما شايف ان يعني ان اي حد في الدنيا بالنسبه له مش مضمون الى ان يثبت العكس. يعني بيبقى شايف ان اي حد في الدنيا مش مضمون خالص، فهو بالتالي الثقه دي حاجه صعبه جدا. تالت نقطة، استحالة برج العقرب يعتمد على حد تاني غير نفسه. برج العقرب من نوع الاستقلالي، هو مستقل، هو independent، فبالتالي مش سهل يدي ثقته لحد، مش سهل يحس ان الطرف اللي قدامه مش يعني 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 ان هو يقدر يعتمد على حد تاني غير نفسه. فبالتالي هو بيحب يعتمد على نفسه فقط. هو ممكن يحب الاخرين يعتمدوا عليه ان هو نساعد الناس التانية، بس ان هو ان برج العقرب يعني ان برج العقرب يعني هو يبقى هو معتمد على حد تاني، بالعكس هو بيحب يعمل كل حاجته بنفسه، لان هو شايف ان هو بيعملها بيرفكت، واي حد تاني عمره ما هيقدر يعملها زي ما برج العقرب هيعملها. يعني هو بيبقى شايف ان استحالة 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 اي شخص في الدنيا هيقوم بالمهام بتاعته زي ما برج العقرب هيعملها. فبالتالي هو بيحب يعمل حاجته الشخصية بنفسه، يحب يعمل شغله بنفسه. فهو مش سهل خالص يخلي حد يعمل له اي حاجه، هو اندبندنت جدا. طيب استحاله ثم مستحيل ومستحيل ان انت تقابل حد من برج العقرب وتلاقيه مش غامض. برج العقرب شخص غامض جدا جدا، ما بيحبش حد يعرف اسراره كلها. فبالتالي برج العقرب عمره ما هيديك معلومات غير اللي هو عايز يوصلها لك. يعني استحاله تعرف عن برج العقرب اي معلومه في الحياه هو مش عايز يوصلها لك. لا، اي معلومه هتوصل لك منه تاكد مليون في الميه ان هو اوكي او ان هو اوكي ان هو يوصل لك المعلومه دي. اما ان انت تقدر توصل لمعلومه هو مش عايز يديها لك، دي حاجه شبه مستحيله. برج العقرب من الابراج الغامضه جدا اللي هو صعب ان انت تفهمه. هو بيبقى متعمد ان هو يكون صعب ان هو يفهمه، لان هو حاسس ان هو عنده افكار كتيره جدا مش اي حد يقدر يفهمها. فبالتالي بيحتفظ بجزء كبير جدا من افكاره وطموحاته واهدافه لنفسه، ما بيحبش يتكلم كتير عن اهدافه حتى وطموحاته والبلانز بتاعته قدام اي حد. هو حويط قوي في الحته دي على فكره. العقرب مش حكاء كده في الحته، اي حاجه تخصه او تخص مشاعره او تخص البرايفسي بتاعته ما بيحكيش فيها كتير، ما بيحبش يرغي فيها كتير،
خالص. النقطة دي نقطة لو انتوا تعرفوا اي حد عرب هتلاقوه غامض جدا، وتلاقي كل ما تحس ان انت تعرف عنه كل حاجة بعد كده تكتشف مفاجآت كتيرة جدا ان هو لا انت متعرفش عنه اي حاجة في الحياة. طيب فالعرب يعني دي مثلا مستحيل المستحيلات ان الناس تقدر تفهم برج العرب، لان هو مش بيبقى عايز الناس تفهمه، بيبقى عايز يوصل لهم لا الطرحه تعبتني نفسيا، هو بيبقى قاصد ان مفيش اي حد يقدر يفهمه ويفهم طريقه تفكيره ويفهم تصرفاته. هي دي حاجه بتبقى بسطه جدا، وبيحس ان هو لو حد قدر يفهم تفاصيل كتير عنه يقدر يفهمه بنسبه 100% دي حاجه بتحسسه بالضعف، بتحسسه ان هو شخص ضعيف. طيب مستحيل رقم خمسة ان انت تشوف عقرب بينسى الإساءة. برج العقرب ما بينساش الإساءة، ما بينساش المواقف، ما بينساش أي حاجة تيجي على كرامته. صعب جدا جدا أو مستحيل ان هو ينسى حد أساء إليه أو ينسى موقف فيه إساءة ليه. هو بيفضل حاطط الموضوع في دماغه وبيفتكره كل تفاصيله، لدرجة ان هو ممكن يبقى فاكر تفاصيل غريبة انت ما تقدرش تتخيلها عن الموقف اللي حصل قدامه. فانت لو أسأت برج العقرب استحالة استحالة ان هو يسامحك أو يعدي موقف أو يخلي موقف يعدي. يعني هو صعب ينسى، حتى لو سامحك حتى لو سامحك هو ممكن يسامحك عادي جدا، اما ان هو ينسى الموقف اللي حصل نو واي. طيب مستحيل رقم ستة ان انت ان برج العقرب يرتبط بحد بارد المشاعر، حد مش برج العقرب برج رومانسي جدا، برج اللي عنده فاير يعني فاير كده في مشاعره وفي احساسه، هو عاطفي ورومانسي وحساس قوي. فان هو يرتبط بحد بارد او حد دمه تقيل دي حاجه صعبه جدا جدا. هو بيحب الناس دمهم خفيف لان هو دمه خفيف جدا، وكمان بيحب الناس اللي هو عندهم باشن في المشاعر. برج العقرب اكتر الابراج اللي عندهم فاير كده، مشاعرهم تحس ان هي نار 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 يعني، فهو ما بيتشدش اطلاقا للناس البرده. اخر حاجه عايزه اقولها، مستحيل ان انت تلاقي او تقابل برج عقرب مش طموح. برج العقرب برج طموح جدا، برج لما بيحط حاجه في دماغه بيفضل وراها لحد ما يوصل لها، هو شخص عميق، شخص عنده اهداف عنده طموحات عنده احلام، فهو من الابراج العنيده او المثابره او اللي عندهم استماتة في تحقيق أحلامهم والوصول لأحلامهم. فاستحالة تلاقي بشخص من برج العقرب مش طموح، ما بيحطش هدف في دماغه، بيبقى فول ديديكيتد ان هو يحققه، ان هو عايز يوصل للنجاح ده عشان خاطر يحس بالنشوة كده والسعادة. هو بيبقى سعيد جدا وحاسس بقوة لما بيوصل لهدفه او حلم ليه او أمنية ليه. كمان استحالة ان انت تقابل شخص من برج العقرب مش رومانسي. برج العقرب برج رومانسي جدا جدا، وعنده كده نوع من انواع اللي هو الحنيه والاحتواء في الحب، لما بيحب حد بيحتويه جدا بيبقى رومانسي جدا. برج العقرب يا جماعه من اكتر الابراج رومانسيه واكتر الابراج الحبيبه، هم عاده الابراج المائيه اللي هم العقرب والسرطان والحوت، الابراج دي حبيبه درجه اولى، بيحبوا الحب وبيحبوا رومانسيه وبيحبوا يعيشوا قصه الحب. فنو واي تلاقي برج عقرب مثلا بيفكر بدماغه او مش رومانسي او مش بيفكر بمشاعره. نو واي يعني استحالة تقابل حد من برج العقرب. طيب دي المستحيلات المهمة جدا جدا، يعني ان انت تلاقيها موجودة في برج العقرب. كمان استحالة تلاقي شخص من برج العقرب سطحي. برج العقرب بالأبراج العميقة يعني عميقة جدا جدا، شخص عميق كده تحس ان ليه دهاليز وليه زي ما قلت لكم هو غامض. فاذا هو شخص غامض يعني بيفكر كتير، يعني عنده مايند ثينكينج كتير جدا، يعني كمان ان هو شخص عميق جدا جدا. قولوا لي يا عقارب الكلام ده بينطبق معاكم ولا لا، وناس بتتعامل مع برج العقرب او مرتبطه ببرج العقرب او انترستد اباوت برج العقرب، قولوا لي انتوا شايفين الكلام ده مظبوط ولا لا. طبعا يا جماعه انا مش قادره احكي لكم، انا هموت من البرد لدرجه انا مش مركزه من كتر البرد، الجو صقيع صقيع. قولوا لي الطقس عامل عندكم ايه في بلدكم، جو برد ودرجه حراره عندكم كام؟ يعني احنا النهارده درجه حراره 6 في التجمع، برد جدا. انا عن نفسي بقالي 3 ايام ما نزلتش من البيت، وعايزه اقول لكم ان انا قاعده عايزه حاطه ميك اب يعني، وعايزه اعمل فيديو بقالي مثلا 3 ساعات وقاعده متكركبه، وعايزه اقول لكم المفاجاه الثانيه ان انا متغطيه بالبطانيه وقاعده مش قادره خالص. ثانك يو، بحبكم جدا جدا يا برج العقرب. بليز تعملوا شير لاي حد تعرفوه من برج العقرب، او منشن لاصحابكم برج العقرب عشان يعرفوا ايه المستحيلات اللي استحاله تقابلوها مع موليد برج العقرب. I love you Scorpios my best friend برج العقرب، بابايا برج العقرب، عندي صحاب كتير جدا جدا برج العقرب بحبهم كلهم، انتوا ناس جذابه جدا يا برج العقرب بتستحقوا الحب. قولوا لي فعلا بتلاقوا الحاجات اللي انا قلتها دي متفقه معاكم ولا لا يا جماعه، قولوا لي بتتفرجوا عليا فين وانتوا برج ايه. ثانك يو باي.